الخامس من أركان الإيمان. إيمان 信德的第五个要素. الإيمان باليوم الآخر، آخر الأيام. 我们归信后世. المراحل التي يمر بها الإنسان مراحل خمسة. 人有五个阶段. مرحلة قبل أن يخلق. 人在被创造之前的阶段. ومرحلة في بطن الأم في الأجنة. 人在母腹当中的阶段. ومرحلة في الدنيا. 人在今世的阶段. ومرحلة في القبر. 人在坟墓当中的阶段. وآخر مرحلة هو هذا اليوم الآخر. 以及最后的后世的阶段. فنحن نؤمن بكل ما يكون بعد الموت. 我们归信所有经训当中告诉我们的关于后世的. ماذا يكون بعد الموت؟ 在死亡之后会出现什么？ أشياء كثيرة منها. 非常多，其中. خروج الروح. 人的灵魂从 ثم في القبر يسأل عن الأصول الثلاثة. 然后在坟坑当中要被问及三个问题. نعيم القبر. 坟坑当中有恩典. عذاب القبر. 也有刑罚. البعث بعد الموت. 以及我们要关心关于在坟坑当中被复活之后的情况. محاسبة الخلائق، أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق. 在人在复活之后 要受到清算. الجنة. 要有天有乐园的报酬. النار نسأل العافية والسلامة. 有无欲的刑罚. حوض النبي صلى الله عليه وسلم. 以及先知的先池. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. 所有微信这些经训当中告诉我们后世的这些事项都属于信德的一部分. 那。